طيبين، زيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بحبكم في الله، اشكركم جدا على التعليقات الجميله بتاعتكم، اشكركم، بحبكم. اتفضلوا بقى معانا، هنعمل النهارده بقى احنا هنعمل سلطه رنجه، وهنعمل طحينه سلطه الطحينه بالرنجه، هنعمل سلطه رنجه وطحينه. معايا الرنجه اهي، شويتها على النار او في الشوايه زي ما تشوي او في صاجه. هعمل الاول الطحينه، سلطه الطحينه بالرنجه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بقى مقادير الطحينه اهي، ومعلقه كمون هحطهم في ال بسم الله الرحمن الرحيم. عندي معلقه هريسه شطه، ومعلقه ثوم مفروم، وبصله متقطعه قطعه، شطه بقى اختياري اللي عايز يحط شطه، بس الشطه بتخليها جميل. واحده شطه اهي، طبعا ده في هحط شويه زيت، معلقتين زيت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عصير الليمون، ملح طبعا عشان الرنجة ذات نفسها فيها ملح، مش هحط ملح اهي. يبقى بقى طعمها جميل. اعملوا بقى لايك وشير واشتراك للقناة حبيب قلبي. هنطفيها بقى كتبوت بعد ما تشويها، بس انا بفضلها ان انا اشويها احسن، هتبقى ايه طولها عيد يا عيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد جوزت معايا اهي، جميلة بقى في طبق التقديم، جميلة. طعمها كمان بيبقى جميل. نعمل بقى سلطة الرنجة، نكسر كده، نكسر البور، وليمون وخل، عصير ليمون وخل، طماطم متقطعة قطع، وأقلب بقى كله مع بعضه، بصل،
فرشة بقى جرجير وخس. سلطة الرنجة جميلة جميلة جميلة، شوية شبت بقى وشوية خضار وبصل جريان كده. أنا والشيفة الله عملنا إيه؟ طحينة عيط بالرنجة، سلطة طحينة، وعملنا سلطة بالرنجة، سلطة رنجة وطحينة بالرنجة، جميلة جربوها هتعملوها على طول. اتفضلوا هنا والشيفة.